ايه ده هي ممكن ده يحصل من كمان يبقى في حاجه اسمها الزوجة العازبة؟ طبعا في كمان الزوجة العازبة الزوجة اللي هي عايشة دور البنوتة ايه دور البنوتة ده؟ أنا زي ما أنا كل حياتي خروج مع صحباتي وعيشة معاهم ونفس الكلام بنخرج لأوقات كتيرة بنقعد في أوقات كتيرة بره البيت والبيت ملوش مساحة في حياتي وعشان كده لازم نقول الراجل ما ينفعش يبقى راجل واب لو ما كانش عنده جاهز للتراحم والموده والست كمان ما تنفعش تبقى زوجه الا اذا كانت هي جاهزه للتراحم والموده. وهنا الاولاد بيكونوا ترمومتر مهم جدا جدا لقياس درجه الانانيه الشديده عند الزوج العازب والهارب وعند الزوجه العازبه والهاربة. لو ما كانش بيقضي معاهم وما كانتش بتقضي معاهم وقت كافي عشان يستطيعوا ان هم يحصلوا على الحنان فعلى طول مؤشر العزوبيه في نفس الزوج والزوجه بيبقى مرتفع. وعشان كده المشكله بيبقى عندي الزوج العازب والزوجه العازبه هو مش عندي الزوجه بحجه ان هي هي اللي عندها عيوب وعندها مشاكل فهو لازم يقول كده. وهو برضه عنده عيوب وعنده مشاكل عشان هما في الاخر خالص يبقى عندهم مبرر ان هما يفضلوا لفترات طويله بره البيت. الزوج العازب بيكون عنده بعض المفاهيم والافتراضات مختلفه لفكره بناء بناء الزواج وبناء الاسره ومنها ان بسبب تجارب مش بس عاطفيه ولكن تجارب جنسيه كمان بيكون عنده انطباع صعب عن الستات ان مفيش ست كويسه. في كتير من الاحيان الزوج العازب بيبقى كده. وفي بعض الاحيان بيكون مصر على العزوبيه بسبب المفاهيم دي مش عايز يندمج عشان ما يتورطش اكتر من كده وبيبقى جزء من هويه الانسان لما يجي يتجوز انه اصبح بيفكر مش بشكل أنه هو فرد لا بيفكر كانه بيفكر على انه زوج يعني مثلا هو في الشغل هو بيفكر على انه زوج يعني ايه يعني هو دلوقتي بيسعى ليه ولاسرته مش بيسعى ليه هو بس في ناس كتيره لما تلاقيهم في الشغل بيسعوا لنفسهم فمن بيقدروش البيت محتاج ايه او الاسره محتاجه ايه وعشان كده وقته ما بيبقاش متقسم بشكل صحيح ولا بشكل معتدل على مستقبله ومستقبل اسرته لا بيبقى بيبقى وقته كله بيعتبره ملكه ويتصرف فيه زي ما هو عايز خلي بالكم احنا مش بنقول كده ان الانسان لما يدخل ويبقى متجوز خلاص هو فقد حريته زي ما هو بيروج الزوج العازب الزوج العازب بيقول دايما ان الزوج لما بيتزوج بيفقد حريته لكن المفهوم الصحيح ان الزوج لما بيتجوز لما بيتزوج هو في الحقيقه بيتفتح له باب جديد للرجوله وهو باب الرعايه ان هو ينتقل من انسان بيرعى ابوه وامه واللي حواليه لانه يبقى مسؤول وصاحب رعايه وده مفهوم جديد للرجوله مفهوم ان انت تحس ان رجولتك بتتحقق لما حد يحس لما تدخل المكان اللي هو فيه يحس بامان يا سلام وانت رايح البيت كده واول ما تدخل الناس يحسوا بعد ما كانوا متضايقين ان بقوا مرتاحين ومشتاقين لوجودك ومن اكتر الكلام اللي ما ينفعش الزوجه تقوله للزوج العازب تقوله ايه خليك راجل زي بقيه الرجاله طب ليه لان هو مش عايز يبقى ده